تعرفين رئيس المنظمات الإسلامية في أوروبا كان بيقول إيه؟ بيقول لم نرى إقبالاً على الإسلام زي أحداث الطوفان. قال أصلاً الإسلام كان بيدخل فيه قبل كده في اليوم 80 شخص مثلاً في أوروبا. أمال هم مهووسين ليه؟ بعد الطوفان العزة اللي حصل بيقول لك من يعني من 300-400 شخص في اليوم وفي البلد الواحد، ومعظمهم من الشباب الصغير والشابات، وما بيسألوهم في الإسلام. تعرفين فرنسا لوحديها قال لك 20,000 في مرحلة فرنسا اللي هي بتشوف القوانين والدنيا عاملة ازاي، ما تخشش بحجاب على بعد، والأم اللي جاية بحجاب تاخد بنتها من مدرسة على بعد 200 متر، ما تقربش المدرسة أكتر من كده. 20,000 أول الطوفان فتح، ويجي يسألوا سبب إسلامك إيه؟ يقول لك إيه؟ أحداث الطوفان اللي بيحصل في غزة، منتصر فتح. الله عز وجل بيقول لك إحنا شفناها في غزة، شفنا في الناس. ليه؟ لأنه أفعال، هم ما شافوش خطب رنانة وبيانات، شافوا فعل الناس في أعز وقت وأحلى وقت الصدمات. ومش أي صدمات، ده مجاز، ده دم وأشلاء وهيصة. قال لك الناس اللي بيعبد ربنا عبادة حق، ايه اللي معاهم ده؟ قالك القران. طب تعال نشوف، شوفوا بقى الدمار والموت والفقد والوجع والكل ده، لك الحمد يا رب، احنا راضيين يا رب، يقولوا كده. فكان يجي السؤال يقولك احنا عشان كده استدل نسال على دينهم، ايه الدين بتاعهم ده؟ ها قالك القران، قرأوا القران زي ميجان، ميجان رئيس، وشوف الثانيه ليبرا، ليبرا طلعت تقول الله سبحانه وتعالى كان بيصحيني قبل اذان الفجر واسمع، وبعدين لما جيت طوفان حصل ولابسه حاجه وميجان ادي شوفوا اسلامها بسبب انها ترجمت، قعدت تقرا في القران. وشوفوا دلوقتي ما شاء الله عليها، اسلمت وتحجبت وقايده قوافل لنجده الاخوان والاغاثه في غزه.